تخفى يا شيخ. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، الله أكبر، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. شيخ بدر، يوم العيد الحقيقي لمن تتوب إلى الله، يوم العيد الحقيقي لمن تفرح الله. ترى يا إخوان الله كريم، بس نحتاج نتقرب منه. ترى الله رحيم، الله تعرف إيش يقول في القرآن؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. نحن نحتاج يا أحبابي في الله أن نتعرض إلى رحمة الله، وإذا أراد الإنسان أن يتعرض إلى رحمة الله فعليه أن يكون في هذه الدنيا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء التائبين الذين يحبهم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا.